كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي. الشقيقة الكبرى تبقى الرقم الصعب في المحافل والمواقف والتحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية إقليميا وعالميا. ونلفت عناية المشاهدين أن برنامج صحافتكم لهذا اليوم سيقوم باستعراض مجموعة من الأخبار من الصحف البحرينية والسعودية أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل. إلى تفاصيل أبرز الأخبار من الصحف المحلية لمملكة البحرين، حيث بين صحيفة الأيام أن كل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعثوا برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. نقلت صحيفة البلاد أن رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أكدت على عمق علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا لها والذي جاء بعنوان هنيئا لكم القمة، فإلى المقال. هي فعلا همة عالية تلك التي يتحلى بها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية، همة راسخة، همة صلبة لا تلين، وعزيمة شديدة لا تستكين. هي همة وصفها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي بأنها كجبل طويق، فهي همة تحاكي الجبال في صلابتها وارتفاعها وثباتها. ذكرت صحيفة البلاد أن رئيس مجلس الشورى علي الصالح أعرب عن بالغ الاعتزاز بالمكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية على مدى العقود. نشرت صحيفة الوطن مقالا افتتاحيا لها بعنوان 9 عقود همة حتى القمة، فإلى المقال. 9 عقود منذ إعلان الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود طيب الله ثراه تأسيس المملكة العربية السعودية. 9 عقود تنتقل خلالها المملكة الفتية من إنجاز إلى إنجاز، واضعة نصب أعينها رفاهية المواطن السعودي. 9 عقود والمملكة العربية السعودية تبقى الرقم الصعب في المحافل والمواقف والتحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية إقليميا وعالميا. لفتت صحيفة الأيام أن عددا من النواب هنأوا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، والذي يعتبر عيدا آخر لمملكة البحرين ولجميع العرب والمسلمين. نقل صحيفة أخبار الخليج أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أكد أن السعودية تعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين نهضة تنموية حضارية اقتصادية في شتى المجالات.
وبقلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، نشر صحيفة الوطن مقالا لها بعنوان نهضة وتطور المملكة العربية السعودية. فإلى المقال. في مثل هذا اليوم من عام 1351 هجرية الموافق لعام 1932، سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة بطولية حافلة قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتمكن رحمه الله من تجميع شتات المملكة. يستعيد أبناء المملكة العربية السعودية ذكرى توحيد البلاد وهم يعيشون واقعا جديدا خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، واقعا حافلا بالمشاريع الإصلاحية. نقل صحيفة الأيام أن مجموعة من الشخصيات البحرينية عبروا عن بالغ سعادتهم بما وصلت إليه مستويات العلاقات البحرينية والسعودية. اليوم سعودي والفرحة بحرينية عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للكاتب محميد المحميد، فإلى سطور هذا المقال. من المهم أن ندرك أن العلاقة البحرينية السعودية علاقة وجود ومصير، تاريخ وجغرافيا، دم وعرق، مصاهرة ونسب، ثقافة ودين، أهداف ورؤى مشتركة، بيت واحد وأسرة واحدة. وإذا كنا نحتفل الآن باليوم الوطني السعودي 90، إن الفرحة هنا بحرينية كذلك، لأن أفراح السعودية هي أفراح البحرين. بيّنت صحيفة الأيام أن عدداً من التجار ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في المملكة أشادوا بالعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. بقلم الدكتور جمال الياقوت عضو هيئة الصحفيين السعوديين وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين، نشر صحيفة الأيام مقالا بعنوان مملكتان في قلب، أخوة على درب. فإلى المقال. فرحة واحدة وهدف ومصير مشترك واحد في السراء والضراء، في متانة مسار العلاقات الأخوية المتبادلة القائمة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. والمتتبع لهذا المسار يكتشف بأنها علاقات متجذرة وعميقة في تاريخ الوطن العربي. أعدت صحيفة أخبار الخليج تقريراً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، تناولت فيه الخصائص التاريخية المميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والنجاح الكبير الذي حققته السعودية في تنظيم موسم الحج ومبادرة القيادة السعودية. بقلم الدكتور أسعد السعدون، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان اليوم الوطني السعودي وإرادة لا تلين لمواصلة نهج البناء والتطور. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. تحتفل المملكة هذا العام ونحتفل معها بمناسبة اليوم الوطني، وهي تمتلك إرادة لا تلين على مواصلة نهج البناء والتطور، وهي أكثر استعداداً لمواجهة المخاطر والتحديات أياً كان مصدرها ومهما كانت حدتها. نشرت صحيفة البلاد تقريراً خاصاً لوكالة أنباء البحرين يبين العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. كل عام والسعودية تعانق السماء مجدداً، عنوان مقال في صحيفة البلاد للكاتب إبراهيم النهام. فإلى المقال.
في اليوم الوطني السعودي 90 يقف العالم بكل إكبار أمام المملكة العربية السعودية كدولة صانعة للأمل وللسلام ولنجدة الشعوب المكلومة وإغاثتها بثقافة قيادة وشعب بدايتها الخيرة الأولى منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. في هذا العهد المختلف والعابر إلى المستقبل دخلت الشقيقة الكبرى مرحلة جديدة هدفها الرئيس تحقيق تطلعات المواطن السعودي. قامت صحيفة الوطن بعمل تقرير خاص لإبراز العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والرؤى المشتركة في كافة المواقف من القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. قامت صحيفة الوطن بعمل انفوغرافيكس خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يبين مختلف إنجازات المملكة العربية السعودية في شتى المجالات ودورها في مختلف القضايا والمحافل الدولية. كما استعرضت الصحيفة ملوك المملكة العربية السعودية بدءا من الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، واستعرضت كذلك جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتوسعة المسجد الحرام في العهد السعودي الزاهر وجسر الملك فهد الذي يعتبر شريان حياة المملكتين. وفي الختام أكدت الصحيفة على أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لهما علاقات تاريخية ممتدة. الدكتورة سهير المهندي خطت مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان البحرين والسعودية قلب واحد وجذور محبة وطنية غير المقال. في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 90 ترفع الأعلام خفاقة تعبيرا ورمزا عن الفرحة وولاء وطنيا وتقديرا واحتراما للوطن وقادته، وهي التحية المنتظرة من كل مواطن سعودي خليجي عربي. المملكة العربية السعودية اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بلغت مصاف الدولة العظمى بالسياسات الرصينة العقلانية أو بالقوة الناعمة، حيث تقود رؤية 2030 توجهات المرحلة من أجل التغيير والتطوير. إلى صحف الشقيقة الكبرى، حيث لفت صحيفة المدينة السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقى برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، حيث أشاد جلالته بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على مر الزمان. نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية تحتفي اليوم بيومها الوطني مستعيدة فيه إنجازات حققتها خلال العقود التسعة الماضية في شتى المجالات منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مقالا للدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر والذي جاء بعنوان السعودية 90 عاما من ملحمة النجاح والريادة، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. توحيد المملكة العربية السعودية قبل 90 عاما واحدة من أهم إنجازات القرن العشرين على الصعيد الدولي، حيث تم توحيد مملكة مترامية الأطراف
وانصهار شعبها في بوتقة دولة عظيمة رائدة هي المملكة العربية السعودية، خلف قيادة حكيمة ورشيدة أقامت العدل وطبقت الشرع وحققت المساواة وتكافؤ الفرص في نجاح غير مسبوق في المنطقة، ليجسد مسيرة ناجحة لدولة قوية استطاعت الصمود في وجه التحديات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم. تباشير الخير في يوم الوطن السعودي، بهذا العنوان نشرت صحيفة الرياض السعودية أن مصدراً مسؤولاً بوزارة الداخلية السعودية أعلن عن صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية وفق 4 مراحل وصولاً إلى نسبة 100%. نطالع من صحيفة الرياض أن التعليم في المملكة العربية السعودية شهد التطور والتقدم، حيث كانت من الأولويات المهمة للملك المؤسس الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هي نشر العلم والمعرفة. مع احتفالات المملكة العربية السعودية بمرور 90 عاماً على التوحيد، نطالع من صحيفة الرياض السعودية أنه كان للعرضة السعودية دور بارز، حيث احتلت جانباً مهماً من التاريخ الوطني للمملكة، كما إنها تمثل الشموخ والعزة والفخر للسعودية. بخط قلم الكاتب إبراهيم بدود نشر صحيفة المدينة السعودية مقالا بعنوان 90 عاماً من الإنجازات، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. 9 عقود شهدت إنجازات تكاد تكون معجزة، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى كافة المجالات التنموية التي أصبحت نموذجاً للعديد من الدول حول العالم. أصبح ذكر هذا اليوم حافزاً لجيل الحاضر والمستقبل للمحافظة على ما تم تحقيقه من مكتسبات كبرى وثروات هامة. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.